السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مكملين مع بعض البريكس. ده موقع بيفيد في إدارة المشروع. زي ما أنت شايف بتلاقي فيه رود ماب لكل الستيجز، وهنا ليست بالتاسكات اللي المفروض تتعمل، وريبورت بالحاجات اللي تو دو دوينج ودان، وتقدر تضيف أكتر من حاجة تانية. طيب دلوقتي هقول له أنا عايز أشوف المودلز. تبدأ ترفع ملف أي إف سي، سواء ترفعه من على الجهاز عندك أو جوجل درايف او دروب بوكس. احاول اختار حاجة تكون مساحتها صغيرة. أول بقيت يبدأ يرفع الملف ده وتقدر تشوفه أونلاين من غير ما تحتاج إن أنت تسطب أي برنامج. هو تقدر تعمل زوم عليه بالشكل دوت. دي بامب روم، ده شكلها بتاعت فاير فايربام. هنا ده المدرس تقدر ترفع أكتر من واحد، أو لو في أكتر من واحد تقدر تظهر وتخفي زي ما أنت عايز. تقدر تسيف الصورة، تقدر تحفظها، تقدر تخليها فول سكرين.